السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز الناس تحبك وتحترمك ويكون عندك كاريزما، يبقى لازم يبقى فيه معاك شوية خطوات كده. أول حاجة، علشان الناس تحترمك والناس تحبك، لازم انت تحب نفسك من جوه وتحترم نفسك وتعز نفسك. كل ده هينعكس على الناس وهتلاقيها بتحترمك وبتعزك. أول حاجة انك تكون متواضع، لأن المتواضع هو اللي واثق من نفسه، لأن اللي بيتكبر هو بيبقى عارف إن جواه نقص وبيغطيه بالتكبر والتعالي على الناس. أملك من الدنيا ما شئت، ولكن ستخرج منها كما جئت. ليه نتكبر على الناس؟ والمتكبر الناس بتنفر منه ومش بتحبه. تاني حاجة، ما تقللش من الناس اللي قدامك. النهاردة انت معاك، ما تعرفش بكرة ايه والدنيا مخبيالك ايه. تالت حاجة، ما تشمتش في حد. النهاردة انت شامت، بكرة انت مبتلي. ما تتعلقش بالدنيا، انت النهاردة مالك بكرة فاقد. مفيش حاجة دايما. دي مبادئ لازم تمشي عليها من جواك علشان الناس تحبك وبجد يبقى عندك كاريزما. اما بقى الصفات اللي لازم تبقى فيك ولازم بجد تغير منها لو هي مش موجودة وتخليها موجودة، بلاش تهزر وتضحك كتير ويبقى صوتك عالي. الكلام ده للبنات وللستات وللولاد وللرجالة. اضحك وهزر بس بالأصول، علشان الهزار لو زاد عن حده بيقلل من قيمتك. بلاش تعيش دور المثالية وانك مش بتغلط، لان كلنا بنغلط. فبلاش المثالية لان الناس بجد ما بتصدقش، كلنا بنغلط. وحاول انك تكون طبيعي علشان تكسب قلب الناس. بلاش تطلب حاجة من حد أكتر من مرة. اطلب أكتر من مرة بس من ربنا، لكن تطلب الحاجة أكتر من مرة من حد بيقلل من قيمتك، واللي هو كان بيحترمك تلاقيه بيعطف عليك، بيبقى فيه شفقة، ما بيبقاش فيه احترام. لما تيجي تطلب، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، هو بس المعطي. عز نفسك دايما، ما تروحش كل مكان وتقول أنا هو أنا موجود وعايز الكل ياخد باله منك وانت النجم اللي موجود. لا، خلي أفعالك وتصرفاتك وإنجازاتك اللي تخلي الناس تشاور عليك وتقول أهو فلان موجود. بلاش تعمل الخير في حد أو معروف وبعدها تعمل له بوست وتنشره وتقول أنا عملت في فلان الخير، أنا ساعدته. لأن حقيقي لو انت ساعدت علشان ربنا مش هتعمل كده، لكن لو هتعمل كده علشان الشهرة والناس تفهم، الناس بتفهم وصدقني هتبعد عنك، لأن اللي بيعمل خير بيعمله ربنا بس. وأخيرا، عشان الناس تحترمك ويبقى عندك كاريزما، لازم يبقى صوتك واطي وانت بتتكلم، وتاخد بالك من كلامك وهزارك وأفعالك. وشغلك بس هو اللي هيبقى سبب نجاحك وحب واحترام الناس. وعيش على طبيعتك وبلاش المثالية كتير. مفيش حد كامل، الكمال لله وحده. بس خلي بالك، أهم حاجة علشان يبقى عندك كاريزما والناس تحبك وتهابك، لازم يبقى فيه خصوصية في حياتك، لأن هو ده سر النجاح. الخصوصية في حياتك إنك ما تفتحش كل أبواب قلبك لكل من هب ودب، ما ينفعش. لازم يبقى فيه خصوصية ويبقى فيه شوية غموض في حياتك. بالطريقة دي هتلاقي ناس كتير قوي تحترمك وتحاول تقرب منك، هيبقى عندك كاريزما هتكتسبها مع الوقت. بالطرق ديت وبالصفات دي هتلاقي نفسك بتعرف تتكلم جميل جدا، بتجذب اللي قدامك، بتخلي اللي قدامك يحترمك. يا رب أكون نفعتك ولو بكلمة واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.